ايه حكاية جوزك يا حميدة؟ من ساعة ما رجع من السفر لا فات عليا ولا قال لي عمل ايه في الشغل. اصله بيقول ان هو تعب كتير قوي يابا عقبال ما لقى البضاعة. هي كانت بضاعة ايه اللي سافر لها؟ هتكون ايه يابا يعني؟ عربيات هو مش قالك؟ ويا ترى هو كان راح يجيبها من اني بلد؟ مش عارف. مش عارفة ده ايه يا حميدة؟ معقولة برع يجي مسافر حتة ما يقولكيش قبل منها هو مسافر فين؟ ده كلام؟ ان شاء الله تمتص في نظري يا مرات ابويا لو كان قال. يو تمتص في نظرك ليه يعني؟ علشان بيروح وبيجي؟ طب ما انا ابني كمان حسه في الدنيا فتحي بيروح وبيجي وبيجيب لنا كل اللي احنا عايزينه. انت يظهر يا بنت هتبقي عبيطه زي اختك فاطمه. ما هي الاخرى ما كانتش تعرف جوزها الله يرحمه بيسافر فين ولا بيجي منين. ليه يابا؟ ما انا سالته قبل ما يسافر. يا ترى قال لك ايه؟ قال لي ان هو هيعدي على كذا بلد هيلقط كده من كل بلد حاجة. لا ناصح هيلقط. بالمناسبة بقى مش هو كان ناوي يفتح محل؟ هو لقاه. ويا ترى قال لك لقاه فين ولا ما قالش؟ لا قال لي طبعا يابا زي ما يقوليش في المهندسين. في المهندسين؟ الله الله الله، ده ناوي يفتح على واسع قوي بقى. طبعا حقه، ما انا سمعت انه قبل ما يسافر حط باسمك خميره كبيره قوي في البنك. يابا ما هو بيقول ان هو معاه شريك. يا وقعة منيلة، لا يكون الشريك اللي معاه ده البت المزغوده اللي اسمها ورده. اصل انا سمعت يا حاج انها ايه معاها تعكيمه جامده قوي اليومين دول. ده انا كنت المره دي جبت كرش. عن اذنك يابا احسن اتاخرت. اقعدوا بالعافيه. اللي بيجي على عيالك. حاضر يابا من عيني. لو النبي يا مرات ابويا ما تتعبي نفسي. لا ما يصحش يا حبيبتي، انيسي وشرفت. بتعالي يا حميده. حاضر يا مرات ابويا. وما تزعليش روحك يا حبيبتي. بالسلامه. ايه يا ست بهيجه، ايه قولك في الكلام اللي قالته حبيبه؟ انت عايز يا حاج الفكر اللي جه في دماغي واللي انا جسيته من كلامها؟ الظاهر كده والله اعلم ان الواد برعي ده ناوي يشتغل في الصنف على تقيل، بس ايه على المستغطي. الله 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 الله، اهو صح التستيفه دي، اهو انت دلوقتي تعجبيني. جرى ايه يا ابراهيم؟ ما انا طول عمري يا اخويا بعجبك وتقول لي يا بهيجه انا بتعجبني دماغك. من ساعه الواد برعي ده ما خرج من السجن جه وقعد معايا وانا حسيت بنيته، بيتهالوا انه ممكن ياكل بعقلي حلاوه، لكن ابدا. انا فاهم كل الحكايه لان انا فاهم برعي ده كويس قوي، ده انا مربيه، وعلى راي المثل من ربى غير من خلف. يعني على كده يا حاج برعي ناوي يفتح المحل بتاع الاوتومبيلات؟ تمام، على الاقل عشان ما يطلعش كذاب قدامي، وفي نفس الوقت يستخدمه ستاره للتجاره اللي هو ناوي يشتغل فيها. فهمت يا بهيجه؟ فهمتك يا حاج، بس هو حر، اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. بالحق يا حاج انا هقوم اطل على الواد ابراهيم لحسن الواد ده طالع زي ابوه بيزيح الغطا وهو نايم. بالاذن. ابراهيم ايه زي ابوه ايه؟ انت هتفضلي تدلعي الواد ده لامتى؟ مش فاهم.